جولة من المشاورات مع القوى الشبابية المختلفة ومع المنظمات الحقوقية بالاشتراك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان للوصول إلى صيغة متكاملة لتعديل يحقق الهدفين المترابطين وهما الحفاظ على الأمن وعلى هيبة الدولة من ناحية وضمان الحقوق والحريات من ناحية أخرى، لأن من وجهة نظرنا ليس هناك تعارض من التعارض مصطنع بين ضرورات الأمن وبين ضمانات الحقوق والحريات، ويعني نتمنى أن ننتهي من هذه العملية والوصول إلى صيغة متكاملة للتعديل يعني قبل نهاية الأسبوع الحالي، توطئة لاستكمال النقاش مع الحكومة في إطار الحوار المجتمعي اللي تم الاتفاق عليه مع سيد رئيس الوزراء في لقائنا معه يوم الثلاثاء الماضي، وأيضا يعني من الممكن أن يكون هناك يعني ممكن أن نطلب لقاء أيضا مع سيد رئيس الجمهورية في نهاية هذا المسار الذي يعني نرجو ونتوقع أيضا أن ننتهي منه خلال الأسبوع الحالي. النهاردة اتناقشت اقتراحات المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعديلات الواجب إدخالها على القانون لكي يكون بحق قانون تنظيم التظاهر السلمي، وهذه الاقتراحات فيها إلغاء لمواد وتعديل لمواد أخرى، واتفقنا أنه في لجنة مجتمعية هتشكل من ممثلين للشباب وأنا كممثل مجلس القومي لحقوق الإنسان والقوى السياسية المختلفة وجبهة الإنقاذ. هذه اللجنة سوف تجتمع غدا لكي تنطلق من هذه الاقتراحات في وضع ما تصل هي إليه من اقتراحات بخصوص تعديل قانون التظاهر. أبرز المقترحات إيه؟ أبرز المقترحات إلغاء ما ورد في القانون عن موضوع قطع الطرق وتعطيل المواصلات وحيازة الأسلحة والذخائر وتخريب المنشآت العامة، لأن دي كلها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الحالي، فيكتفى بتطبيق قانون العقوبات إذا دي حصلت أثناء أي مظاهرة، وأيضا إلغاء حق وزارة الداخلية الأمن إن هو يأمر بمنع المظاهرة إذا توفر لديه من المعلومات ما يشير إلى أنها تبقى فيها شغب، وإنما يروح لقاضي الأمور الوقتية ياخد منه حكم بإيقاف المظاهرة، عشان ما يبقى الموضوع مش انه الداخليه بتصرح وما تصرحش، وانما القاضي نفسه هو اللي بيقدر ان كانت الشواهد دي جديه ولا مش جديه اللي منعها. ثالث حاجه احنا طالبين تخفيف كل العقوبات.